الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. اليوم احنا في اطار قافلة صحية، نشكر المشرفين عليها اللي اتاحوا فرصة لمتساكني العلاية والعمادات متاعها جميع الاختصاصات. نشكر الادارة الجهوية للصحة ومدام زينب بالخصوص اللي سمحونا بالفرصة هذه، اللي سمحت المواطنين في العلاية باش لاول مرة، وانتم تعرفوا انه طب الاختصاص ماهوش في متناول كل مواطن عادي في المناطق الداخلية. واليوم الحمد لله الإقبال كما لاحظتوا ما شاء الله للمصباح. التنظيم احنا حاولنا بقدر المستطاع نعاونوا الإطار الصحي، هذيك أقل حاجة احنا نجموا نعملوها بالمقارنة مع الجهد الجبار اللي عملوه الأخوين الكل. أنا قلت لك بالأخص الإطار الصحي الموجود في العلاية وعلى رأسهم مدام زينب. نشكروا زادة مديرة المدرسة المدام بختة اللي زادة وقفت معنا في التحضيرات، وإن شاء الله معناتها نكونوا وفقنا في خدمة تقدمناها للمواطنين باش على الأقل الجانب الصحي الاخر يظفروا به في ظل عجزهم انهم يتوجهوا للطب الاختصاصي. قمنا بتنسيق القافله الصحيه متعدده الاختصاصات، كانت تنظمها قسم ينظمها قسم الطب الاجتماعي في كليه الطب بسوسه، بتنسيق مع وداديه الاساتذه الجامعيين تحت اشراف الاداره الجهويه للصحه بالقيروان. هذه قافله صحيه متعدده الاختصاصات، اختصاصات جراحيه واختصاصات طبيه، اهمها اختصاص طب العيون، اختصاص جراحة العظام والروماتيزم، اختصاص طب الباطني وامراض الدم امراض المعدة. كانت اختصاصات يعني في متناول المرضى، خاصة مرض الغدد ومرض السكري. يعني هي ان شاء الله تكون حصلة الفايدة للمواطنين باش هما يقابلوا طبيب الاختصاص وينتفعوا اذا كان فما ديزكسبلوراسيون ولا فما تحاليل ولا فما حتى توجيه للمرضى المتابعة. والحاجة اللي زاد اليوم انتفعوا بها اللي هي مجانية العيادة الطبية، مجانية الوصفة الطبية اللي زاد وفرنا لهم شوية أدوية حسب القدرة، وإن شاء الله المتابعة نتاعهم مش تكون على طريقنا احنا في المستشفى المحلي بالعلي، ولا زاد يتم توجيههم للمستشفيات الجهوية. هدية بن عبد السلام، طبيبة مساعدة استشفائية بقسم العيون بمستشفى فرحات حشاد سوسة. جينا اليوم زادا مع دكتور أيمن عبد الجليل، دونك أستاذ مساعد استشفائي جامعي في الطب، دونك بقسم العيون مستشفى الأغالبة قروان. جينا باش نشوفوا فيت اللي عندهم قلق في العينين، اللي عندهم السكر يتبعوا على السكر، دونك نشوفوا لهم سيستيماتيكمون الشبكيه، نشوفوا فماش حاجه في العروق نتاع الشبكيه من جراء السكر، نعملوا ديبيستاج هذايا يعني مبكر باش نبعثوهم اذا كان يستحقوا ليزر، يستحقوا نبعثوهم زيادة للطبيب الغدد والسكر باش يتبعوا بالكدا على السكر نتاعهم، نداويوهم زيادة إذا كان فما أي حاجة، ولا يسحقوا تصاور إذا كان شفنا أي حاجة في الشبكية باش نجموا نتبعوهم بعد. نشوفوا زيادة اللي عندهم الصغيرات اللي عندهم مشكلة في النظر، دونك إذا كان فما أي حاجة يتبعوا على الحول وإلا عن نظر نبعثوهم بصفة مبكرة يعني قبل ما يصير بخل في العينين، نعملوا لهم مريتهم ونتبعوهم. بحذية زيادة إذا المرضى اللي يستحقوا إذا اللي لقيناهم الكبار في العمر شوية اللي عندهم الماء في العدسة متاعهم، دونك الماء هذا يتكون خاصة نتيجة تقدم في العمر ولا فما حاجات أخرين تنجم تعطينا الماء في العدسة متاع العين. اي هذوما طب يستحقوا هذوما دونك المرضى هذوما يستحقوا باش نبعثوهم كسوا القسم فرحات حشاد والا اي قسم عيون يعني بالجمهوريه باش ياخذوا العمليه الجراحيه. العمليه الجراحيه هذه بيان سور تتمثل في زراعه عدسه في العين باش يرجعوا يشوفوا، دونك يشوفوا بالكدا. فما حاجة أخرى زيادة الكبار في العمر هذوما جينيرالمون نجموا نشوفوا يعني نشوفوا العرق في الشبكية، نجموا باش نعملوا الديبيستاج نتاع الجلوكوم، يعني نقولوا له الكحلي في العين،
دونك اذا كان فما اي شك في انه فما كحلي زاد المرضى هذوما يستحقوا متابعه خاصه دونك بعيادات خارجيه بمستشفى جامعي، دونك نتبعوهم نعطيهم ورقه باش يتبعوا كل 3 أشهر على الكحلي في العين. السلامه، دكتور محمد امين تريكي، جراح جراحه عظام بمستشفى سهلول بسوسه، استاذ في كليه الطب، استاذ مساعد في كليه الطب بسوسه. في اطار ايام المسؤوليه الطبيه لكليه الطب بسوسه، نظمت لجنه المسؤوليه الطبيه بكليه الطب بسوسه بالاشتراك مع تعاونيه الاساتذه المدرسين بكليه الطب بسوسه، ايام 25 جوان و2 جويليا و16 جويليا، ايام صحيه بالقيروان بثلاثة معتمديات. كانت المعتمدية الأولى هي الوسلاتية، اليوم إن شاء الله المعتمدية الثانية 2 جويليا في العلاء، وإن شاء الله المعتمدية الثالثة تكون نهار 16 جويليا بحفوس. القافلة هذه يعني متعددة الاختصاصات، الدورة متاحة هي تشخيص الأمراض ذات الصلة بالاختصاص وتوجيههم إلى أطباء الاختصاص بالقيروان أو بسوسة لتقريب الخدمات الصحية. والجزء الثاني من هذه يعني الأيام الصحية المسؤولية الطبية هو تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي، إن شاء الله تكون في المستشفى المحلي بالعلاء كما صارت دورة تكوينية المرة الفارطة في الوسلاتية، وإن شاء الله تكون نفس المنوال في الحفوز في الأسبوعين القادمين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.